الشك ببالي الحق بعمارتي يبقى ضعيف صوتك وكمان تقول بيك انت مين يوجعني على المولود وزغروت فرح بلدي وصوت الأوه على المفقود هتسمعني في كل مكان أنا اللي بيندهولي فلان لا ليا اسم ولا عنوان وفي التراب البشر مدعو على الهامش بعيش علشان اكمل الشيء لكن في الاصل مش عايش وصدري يساع كل الكون وكله يهون وصاد حبي بحب الروح مكان ما تروح وتخطف حتة من قلبي ملك الدنيا بالاحساس وسط الناس بعيش مملوك يا بنتي هو الكلام ده فيه هزار الست ماضت قرار تعيين باسمي واسمك قدام عينيا ما تهزرش ماجيك ميديا اكبر محطه في المجموعه كلها هنزل انا وانتي الاول اعداد مؤقت كده وبعدين نعمل برنامج على الهواء واو مش مصدقه نفسي اخيرا اخيرا ده بالنسبه لك لكن بالنسبه لي انا اولا انا شخصيتي ما فيهاش اخيرا عملتها ازاي دي يا ابن اللذينة؟ الهبلة دي كنت متأكد ازاي انها ممكن تجيب لك اخبار حالة سكن دي كلها؟ عشان الهبل هو دايما اللي بيوصل هو اللي بيوصل يا نجوى العائل خوفه بيعجزه ما يقدرش ابدا يقرب من الاسد لكن العائل ابو ريالة بيقرب ويلعب في شعره بيحط ايديه كمان في بق الاسد مين البنت دي يا شاهندة؟ دي حتة صحفية جربوعة في جريدة الحرية حرية؟ عارف الحرية دي معناها ايه يا افندي؟ معناها امين سلطان مستحيل
المستحيل ان انت وقعت في الفخ ده. ياما حذرتك يا يوسف، تفاصتك دي هتوديك في داهيه. بس يا شاهندة، بس يا شاهندة، وحياة ابوك انا مش ناقصك. انت جبت الحوار ده ازاي يا شاهندة؟ ده شغلي يا بابا وانا بهزر. انا عندي عيون في كل جرايد ومحطات مصر. البت دي بقى تحديدا انا متابعاها عشان بتنكش ورانا. واسمها ايه بقى الكلبري؟ سلمى الطحاوي. وحياة ابويا وغلاوتك عندي لا تقل. غبي، تبقى غبي وهتزولها صين. انت ما سمعتش الحوار اللي اتقال؟ البنت كانت بتكلم صاحبتها، واكيد صاحبتها دي قالت لصاحبتها، يعني هيطلع لك مليون شاهد يشاور عليك. ده غير طبعا انها اكيد مسجله له قبل كده، وكل كلامك عند رئيس التحرير. بنتي دي لازم تيجي يا جو، لازم تيجي صاحيه ومركزه، واحنا هنا بقى نتصرف معاها وهي تحت ايدينا. هيحصل. انا عندي اللي جيبها في اقل من 12 ساعه، ومفيش كلب في البلد دي هيعرف لها طريق. الشقة 40 ونص، خلاص جت على نص جنيه. فاتورة الكهرباء اللي دايما مقطوعة 120 جنيه، دروس البنات. ينفع كده يا ماما؟ ينفع اروح الكلية بجزمة مقطعة زي دي ورجلي باينه منها من كل حته؟ يا بنتي ما هي المهيه رايحه في داهيه، واللي باقي منها ما ياكلناش عيش حاف. يعني ايه بقى امشي في الشارع زي الشحاتين؟ يرضيكي كده؟ يا ريت يا اختي، هو احنا نطول نبقى شحاتين؟ يا بنتي حسي بيا ولمي شويه، ده انت الكبيره. وبعدين انا قلت لك وديها للصرامات ياخدها غرزتين. ما انا وديتها قبل كده يا ماما 3 مرات لجايه لما خلاص اشتكت واتدمرت. معلش يخيطها تاني لحد ما ربنا يحلها. اهو بابا جه اهو. بعد اذنك بقى يا ماما احكي له اللي حصل وانا راضيه بحكمه. يا بنتي قولي له الحمد لله على السلامه الاول. مش مهم السلام، قولي اللي عندك يا بنتي. لا يا بابا يا حبيبي ما تقولش كده، ده انا اهم حاجه في الدنيا دي سلامتك. بس يا بابا ما يرضكش ان انا طول السنه في الكليه اروح بجزمه مقطعه زي دي ورجلي باينه منها في كل حته. يرضيك يا بابا؟ لا طبعا ما يرضنيش. يعني ايه نلبسهم جزم وناكل طوب؟ انا هتصرف يا ناديه، انا هتصرف. بنت ابراهيم عودة مش هتلبس جزمه زي دي وتروح بيها الجامعه ابدا، وبلازم الناس التانيين يلبسوا جزم بالالوفات. افرجها من عندك يا ابو، افرجها من عندك بقى، افرجها لي من عندك. لا اله الا الله، افرجها من عندك يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. اوعي كده. طبعا ما انت مش حاسس بحاجه، تيجي كل اول شهر ترمي لي ملاليم، وانا لما اجي اقرص على العيال علشان الدنيا تمشي تيجي انت وتطبطب عليهم، واطلع انا القاسيه اللي ما عنديش قلب. ابراهيم مالك يا ابراهيم؟ حاسه كده من ساعه ما دخلت وانت متغير، فيك حاجه يا اخويا؟ مفيش. ابسمتي انت بتعيط يا ابراهيم؟ اقطعني اقطعني يا اخويا، يتقطع لساني لو كنت زعلتك. والله يا ابراهيم والله انا من غلب كده بهلفط بالكلام. عمري عمري بالعمر ما زعلت منك يا نادي ابدا. انا الدنيا هي اللي مزعلاني، لفت بيا قسيت عليا وبوخت قوي قوي قوي. معلش معلش يا اخويا، ان شاء الله هتفرج. هو انت مش قلت لي ان مكافاه الامتحانات هيصرفوها بدري؟ اتعلمت. شوف الدنيا تعمل فينا ايه. انا اللي طول عمري بدرس للعيال وامتحنهم واحط لهم أصعب أسئلة، بس في الوقت نفسه أحط لهم أبسط الحلول.
جزء مال عليا ملقيش حل مشكلتي. أكبر مشكلة شفتها في حياتي وللأسف ملقاش حل ولا إجابة نموذجية ولا حد يسألها. ملقاش حل ملقاش حل. بس يا أخوي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. يا رب احفظ يا رب سون يا رب احرسه من العيون يا رب احرسه يا رب. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حبوط عايزة أبخرك عايزة أبخرك يا ولية يا عمادي يا مدام مدام أسعد. أهو أنا معاك أهو يا أخوي أنا معاك أهو أنا معاك يا محروس. عشان أنا تعبان 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 يا سعدية تعبان. نفسي أبخرك يا محروس. خايفة عليك خايفة عليك من القر والشر والعين الرضية. يا سلام عليا يعني عشان الطقم الزرقاوي الجديد ده لسه جايبه للشباب الجدعان اللي هو سيد إسماعيل وعبد الرحمن محروس. طقم زرقاوي إيه يا أهبل؟ إيه؟ على الرجولة والمجدعة وطلتك القوية. ده مصر القديمة كلها بتحكي وتتحاكى على اللي عملته امبارح. يا احنا كده المصريين نحب نعمل دايما من حبة قبة. يا مصر القديمة دي كلها دي مش قد كده. قولها لي تاني يا محروس. قولي قولي قولها لي تاني. ايه هو في ايه ايه يا بنت؟ قولي يا محروس قولي. عايز اسمعها تملي. ما كنت بتنقل قدامك بقالي 15 سنة. في ايه؟ قولي بقى انك سامحتني ومش شايل مني. انا بعت البدرون غصب عني كل ما البنت منال بنت الكاتب. يا ستي الله يسترك. انا اعرفك من يوم ولا دي عشره عمر. يا سعديه يا اختي حبيبتي يا امي دي عشره عمر. وانت قلبك انا عارف زي الخصايه والمصحف الشريف. ولا يعني لو زعلان اجي اقول لك يا سعديه انا في عرضك ساعديني. اساعدك وبس. ده انا اديك عينيا يا محروس وامشي عاميه لحد ما من بكره. قول لي يا اخويا قول لي فيك ايه. قول لي فيك ايه بس. صلي بالعمل. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تعبان دماغي على الطاق مش نايم بقالي داخل والله في ثالث يوم ولا في ثالث ليلة. شفت اللي حسبته لقيته. انت اتنظرت من اهل الحارة كلهم وانت تقول لي ابصر ايه وما ادري ايه. يا امي انا اللي جاي اشتكي. اسمعي امي انا اللي بقول لك اسمعي. ده من قبل ما اجي الحارة بقالي يعني مدة كده شوية يعني كبشة أيام ضايع. ها مش عارف أنام مش عارف أنام. سبحان الله. أقول لك إيه بنت صغيرة. ها بنت صغيرة كده نونة يعني حتة لعبة في اللافة. شفتها نوبة واحدة نوبة واحدة في القصر ونميها في أي وقت أغفل ما أغفلش قالتها تطلع لي وتطلع لي وتلغيني وبتاع وتكبر وشها زي البدر ما شاء الله. بنت صغيرة في القصر. وده يطلع ايه ده يا اخويا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. كنش استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ليه؟ بقول لك صغيره ولا اطفال حرام. اسمع يا محروس انت مش قلت لي ان الباشا ده اصله تركي؟ تركي تركي. يبقى هو ما فيش غيره سحر سفلي والعياذ بالله. لا اله الا الله. طب ومين يا سعد اللي هيعمل السحر السفلي والعياذ بالله؟ هو الباشا ذات نفسه او حد من اهليته عايز يدوخك ابن الدايخة عشان ترجع له مزلول وراكع تحت رجليه. سعدية يا اختي. انا ماشي من هناك مضروب مضروب بالبولج. بقول لك هو ما فيش غيره. وانا تايهة عن العفريت الشركسي ده بيقول لك بيلزق في الجتة ما يطلعش منها غير. لا اله الا الله. طيب ولازما يا محروس يبعتوا الحريم كبيرة صغيرة بقى ما تفرقش بس لازما تكون حرمة. ده الانطاع دول حتى لو اللي بتاع اللي المنطقة صح. طب ايه الحل؟ الحل ايه؟ اسمع يا محروس. البت دي بتكلمك بتقول لك حاجة يعني لما بتيجي. انا الحمد لله ولي كلام يا نائل والله العظيم لبشت اهلي. ايوه طبعا لا في عفريتي ولا جو رعب ولا بتاع. بتكلمني بصوت بشري زي القمر قمر وصوتها قمر. تقول لك ايه؟ تقول ما تسيبنيش. شفت شفت جالك كلامي بتقول لك ايه؟ ما تسيبنيش يعني ارجع لي. اقطع دراعي يا محروس. ان مكان العمل ده مربوط لك من شيخ مشايخ الاناضول. الاناضول؟ ايوه. ده فين؟ ده عايز ايه؟ ده الحل مع امه ايه لما اخسر؟ بص الحل عندي. بص انا عندي قرشين حلوين نبيع البدروم بتاعك. نبعت نجيب خروفين لسيدك العدوي وتتزفر بيهم
انا بقول لك ايه؟ مش نلاقي كل اولياء الله كلهم على عيننا وعلى راسنا ومقداسهم على دماغنا. احنا كنا في ايه؟ ولا احنا اولاد النهارده لا نفع ولا ضرر الا باسم. طب ايه؟ هو ايه واحد. ايه ده؟ ايه ده بس يا انا؟ ايه ده بس يا برضه دي فيها لواء ما تقلقش ما تقلقش ولا يكون عندك فكره. سبحانك اني كنت من الظالمين ابدا يا عم العدل. انا عندي الحل. ايه يا سلام؟ انت نسيت سعديه البرنس يا سيدي. بس ليش عمال احنا جايين لك ليه؟ انا الليله دي بعون الله حفرم لك العفريته الصغيره دي واطلعها من جتتك وما عدتش تشوفها تاني ابدا. مين يا انت؟ اتو غابل غابل حبيبه خالته. انتي حبيبته انتي. اللهم صل على النبي. صل على النبي الرحيم. النبي الله اكبر. صل على النبي. قبل اسبوع. بس يا ولاد ما نعليش صوتنا قوي علشان زي زياد سيطر بقى على اصحابك. احنا ما صدقنا خدنا الموافقه. كله تمام. كله جاهز يا ست هانم. الحمص والشمع والناموسيه والهون. الهون يلا اعمل سمبو بقى. امال فين فريده؟ فريده ايه يا ست هانم؟ دي هبت فيا حته هبه. واجي روح خلصوا لعب العيال اللي انتوا بتعملوه دوت وبعدين ابعتوا لي البيت. وبقيت العيله بقى قاعدين ينقروا في بعض جوه. ربنا ما يقطع لهم عاد. مش مهم خليهم هما ينقروا بعض. احنا قبل اسبوع. بس يا ولاد حبه سيطره. ملاحظ في مشكله. خير يا استهانم. مين خطي سبع خطات؟ انا خطي ونبي يا استهانم. هو انا يعني اللي هيبقى لي حظ في جواز ولا في خلفه؟ مش ينفع ملاحظ. مش ينفع. انفع وكتاب الله انفع. هو انا يعني هكتبها باسمي؟ والنبي يستهنم سيبيني خطي. يمكن ربنا يكرمنا ويوعدنا. اوعدنا انفع. انا خطي سبع خطات. بسم الله. انتي خطي انا خطي. ربنا يوعد حد فينا. لا اكبر يعني نفك النحس وخلاص. مره اوله بسم الله. الاوله بسم الله. الثانية بسم الله. الثالثة راوة محمد ابن عبد الله. راوة محمد ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع كلام خالته. اسمع كلام خالته. مش اسمع كلام ماما. مش اسمع كلام ماما. وانا ونبي يستهان. اسمع كلام ملاحظ. اسمع بنتك لما راحت. اسمع كلام ملاحظ. مش اسمع كلام بابا. مش اسمع كلام بابا. اسمع كلام زياد. اسمع كلام زياد. ما تسمعيش كلام شاهد. يا ربي يا ربنا يكبر ويكبر. يا حرام عليكي يا نهاري. لا قطع ولا نفس ولا كبد ولا طحه. وحتى طحال ايه يا معفن انت؟ هو دبيحه دي وقعت الشفا والسلامه باذن الله. شفا ايه بس يا ابله سعديه؟ يا خرابي هو كان ناقص الزهر ده مهلوس لوحده يا ابله سعديه. ومين صاحبي اللي مصدقت ليه؟ طب ما نشوف دكتور يا ستنا. ده مش حاطط منطق خالص. دكتور ايه يا
في عينك، دول نصابين كلهم عايزين الحال. انا عارفه اروح محروس وحافظه دواب. خد يا وزن روح هات الواد شحته واي جدع من بره عشان يشيل معاك. يشيل على فين طيب؟ طب يوسف خدي يا نانا مركزه بسرعه. يوسف طف طمني، هي كويسه بتتعب؟ اه يا فريده استني يا فريده. اه كويس مش قادره. طب استني يا دكتور بس ادخل اشوف. ما ينفعش هي ان شاء الله عايشه مفيش اي مشكله. عايزه اطمن عليها انا وامها. خليني ادخل لها. انا هخش اعمل فحوصات لازمه وهطمنك بعد اذنك. ادي فريده انا حسيت نفسها هي تنفس. انت تخرسي خالص. انا لو بنتي حصل لها حاجه هدفنك هنا مكان ما انت واقفه انت والحيوانه دي عشان الزفت البخور والسبوع لغايه ما خنقتوا البنت قطعت نفس. يا شيخه حرام عليكي. انا عارفه ايه اللي هيرد له روحه ويفوقه زي زمان. يرد له روحه ايه بس قبل سعداء؟ يرد له روحه ايه بس؟ يا نهار اسود مش لو كانت الروح موجوده اصلا. بعد الشر تفهم من بوك يا اخي. هيفوق ويرجع زي الاول ولا ايه يا غلا سعديه؟ انا هروح اقرا له عديه ياسين في السيده وعلى الفجر بعون الله هتسمعوا صوت محروس بيهز الحارة زي زمان ويصحينا كلنا. محروس محروس. ايه انت بتقولي ايه يا فريده يا بنتي؟ انا مش فاهم منك حاجه. يا بابا انا اصلا مش فاهم حاجه. اول ما جينا علينا الدنيا ارتبكت والدكتور دخل بيها على رعايه الاطفال عايزين يعملوا لها تحاليل واشعاعات وانا مش فاهمه حاجه. طب ايه ايه يا فريده؟ ايه اديني حد من الدكاتره اتكلم معاه. اديني الدكتور موريس. دكتور موريس اصلا هو يوسف دخلوا معايا رعايه الاطفال. بابا انا مرعوبه ميته عليها خايفه على زينب. فريده فريده يا بنتي انت رحت فين؟ كلميني يا فريده. الو بقولك يا بابا هكلمك بعدين بقى. يوه ايه اللي حصل بس؟ قالت لك ايه يا بابا؟ ما قلتليش حاجه. البنت تعبانه، البنت في خطر، والكبيره امها غبيه عماله تعيط مش قادره افهم منها حاجه. طب اهدى انت عارفها يعني اعصابها خفيفه ممكن تكون بتكبر الموضوع شويه. اهدى اهدى. انت يا سالم يا زفت. امرك يا باشا. حضروا لي العربيه بسرعه عشان توديني المستشفى. عربيه؟ ايوه. حاضر يا باشا حاضر. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ انت عمرك ما خرجت. هخرج يا شوشو، هخرج اروح لزينب وتص في الدنيا كلها. فاهم يعني ايه هخرج؟ ان شاء الله هروح ماشي، هروح لوحدي، هروح ماشي على الكرسي الملعون ده ده ده. جيت يا زينب؟ انا جاي. جيت يا بنت؟ والله العظيم سبت الحاره والناس والدنيا كلها وجيت لك. هي طبعا يعني لوازم الهدوم متوسخه شويه يعني منها، بس انا عارف انك طيبه وبنت حلال. انت مش زيهم، مش زيهم، ولا بيغرك منظر ولا يشغلك مقام. المقام المحفوظ يا زوزو، انما انت عاوز القلب اللي يحضن ويطبطب ويحن. وانا وكعبه شريفه زينب قلب عمران. عمران ونفسي نفسي اديك اي حاجه. والله انت يا بنت جننتيني كده ليه؟ انت سامعني زينب؟ انت يا ست زوزو بحسبك محروس ابو ستيب. زينب الحمد لله الحمد لله اخيرا الحمد لله الحمد لله. تمام. انا وزه يا صاحبي. يا وزه انا فين وزه؟ الحمد لله والله وش السعد انت يا حاج. الله يكرمك الله يبارك لك. الف حمد لله على سلامتك يا اخويا وحياه النبي دي بركه سيدي العدوي. الحمد لله على سلامتك. شو الله يا سيدنا.
دي الحاجة أنا جايبة لك أمانة من المنصورة وبقالها ساعة بتلف عليك. والنبي أنت راجل منصورة وتستاهل كل خير. الله يكرمك. وقفتك معايا دي مش هنساها لك. الله يخليك يا حاجة، الله يبارك لك يا رب. لا مؤاخذة يعني هاي. لو ما فيهاش غلاسة تم جميلك وسيبنا حبة لوحدينا. طب حاضر ماشي. طب انا هقوم محروس بقى اجيب لك لقمه بعد العلقه بتاعت ابله سعديه دي. ماشي ماشي. ايوه هروح. خلاص ماشي. هات قطع عصير للحاج. حاضر. هات لنا كمان عصير. حاضر حاضر. اتفضلي. انا مش الله يسلمك. الله يسلمك. حب على ايدك يا استغفر الله. ايه ده، ايه اللي بتعمليه ده؟ بس ساعدنا الله يخليك. وقف معايا، مفيش غيرك يطمن قلبي. أنا لك حاجة بس أفهم أنت مين وعايزة إيه؟ أنت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني. أني أم سلمى، سلمى الطهاوي، الصحفية الكبيرة اللي جات لك في الاسم. ألو. أيوة يا نجلاء. عارفة مين كلمني؟ يوسف يكن. البي سكران وقال إيه عايز يشوفني. وهتعملي إيه؟ هروح له طبعًا. انت يا بنتي مش اخدتي اللي انت عايزاه تاني يا سلمى؟ لا طبعا، في حاجات عندي في الملف لسه ما كملتش. اسمعي بس، انا عايزه اي حاجه تناسب دلال، اي لبس يناسب دلال. ما معيش غير شال محروس. طب ما تشتري وانت ماشيه في الطريق. لا طبعا بقول لك ما ينفعش، ما انت عارفه ان انا ساكنه زفت في الصحراء، يعني يا دوبك هاخد العربيه واطلع على المحور. خلاص نجلاء، هي فين العربيه اصلا؟ يوه ما تركزي بقى يا سلمى، بقى بطلي الطيران اللي انت فيه ده. يا نجلاء ركزي معايا، اي حاجه، عبايه، بلوزه وجيبه، اي حاجه تليق على دلال. ماشي والنبي بس ما تاخريش عليا. ماشي حبيبتي. اوكي باي باي باي. الكليه. انا العفريت. اهي الورقه يا محروس، الحمد لله لقيتها. يا حاج احنا خلاص وصلنا، انت لسه في الورقه على الورقه والعلبان. استحراز برضك، هيجرى ايه؟ انت عايز ايه؟ مش عايز حاجه، انا هركبك حاجه جميله قوي تليق بمقامك. طب انا ممكن انزل واسلك العربيه. لا عربيه مين بس؟ هي دي عربيه تتسرق بره. هو ده شارع رسلان؟ ايوه هو ان شاء الله، هو ده شارع رسلان. ايه ده؟ ده الشال بتاعي. شال؟ سلمى بنتي يا محروس، الحق يا محروس، الحق. بنتي يا بنتي يا بنتي 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 يا سلمى، امي يا اختي، امي بنا من يجدين، امي يا بنا يا سلمى. كلام البتور ده يا دكتور. يا باشا انا عاوز سعادتك تهدى. مالكش دعوه بيا انا، مالكش دعوه بيا انا، خليك في البنت. الله، معناته ايه كلام البتور ده يا دكتور؟ خلل يا باشا، خلل في منظومه الدم كلها. النخاع بتاع زينب بيطلع كرات دم حمراء معيبه، الكرات دي بتتجمع مع بعضها وبتعمل جلطات خطيره جدا زي اللي حصلت لها دلوقتي. مستحيل. البنت كانت كويسه قوي، ما فيهاش اي حاجه. جالها منين الخلل ده؟ لا حضرتك ما جالهاش بعد الولاده، ده هي اتولدت بيه فعلا، بس طبيعي ان ما يبانش غير بعد فتره من الولاده. يعني هنفضل نتفرج عليها وهي بتموت قدامنا؟ يا بابا لو سمحت خلي الدكتور يفهمنا في ايه دلوقتي. يا دكتور انت خدت فريده من ساعتين، عملت لها تحاليل واشعاعات وحاجات كده، ده ايه علاقته بالموضوع؟ ليه علاقه يعني ولا ايه؟ اكيد طبعا، وهو ده الموضوع اللي انا جاي اكلم حضراتكم فيه دلوقتي. انا عالجت الجلطات وعملت لها نقل دم، بس ده حل مؤقت. زينب محتاجه زرع نخاع ضروري وفي اسرع وقت ممكن. يا ملاحظ
فريده مش ادي زينب دم، انا اديها دمي، انا عملت فيها كده. يا ست هانم ما ينفعش صدقيني، اصل دم حضرتك دم فرنساوي، يعني ما مشيش مع البيت. زينب دي مصريه اما عن ام عن جد. سافابا نون تشوفل، انت هبله؟ في فرق بين دم مصري دم فرنسي؟ ايوه طبعا. امال يعني انت فاكره الدنيا سايبه كده؟ اصل الدم الفرنساوي ده ولا مؤاخذه يعني دم صايص كده يطوح في عرق البت كده ما تحسش بيه، انما الست فريده امها مصريه، يعني تلاقي الدم محمل كده وزي الجبس، وهو ده اللي يسد معاه. لا ملاحظ، لا انا دم مصري اكتر من فريده، امشي في دمي كده اكتر من فريده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هقول لها ايدي بس يا رب افهمها ازاي. انت مش مصدقني ها؟ تشك خطا، انت مش مصدقني، انا خليكي شوف حالا دم مصري ها؟ سا مش سايز، في جبس، دم مصري ها؟ دم مصري، انا اوريكي حالا دم مصري. يا يا لهوي، ليه كده بس يا استهانم، ليه كده؟ يعني ايه يا دكتور فريده ما تنفعش؟ زي ما سعادتك شايف التحاليل كلها بتؤكد ان فريده هانم عندها مشاكل خطيره في الكبد، بس لسه ما ظهرتش. الكحول والدراجز عملوا تأثير خطير على خلايا، وغالبا هو ده السبب في المشكلة اللي حصلت لزينب. هما السبب ايه يا دكتور؟ فريدة بطلت كل حاجة من ساعة ما عرفت انها حامل. بعد يوسف بيه ما عرفت انها حامل، لكن فترة الحمل الأولى في أول شهرين كانت خدت كميات كبيرة، وأول شهرين في الحمل هما أخطر فترة في مراحل تكوين الجنين. غبية غبية. أيوة، حتى الحاجة الوحيدة اللي هتفرحني بيها هتضيعها مني. ان شاء الله مفيش حاجه هتضيع يا باشا، الامل لسه موجود. ايه يا دكتور خالد، انت كل شويه تدينا امل وتاخده تاني. الامل في الاب يا يوسف بيه. اب؟ ايوه. الامل الوحيد قدامنا دلوقتي ان احنا نطلب من عادل بيه انه يجي هنا، هنعمل له التحليل اللازمه، وان شاء الله النتائج هتكون ايجابيه. طب ما ينفعش نسفرها لندن كلينيك او اي حته بره بدل موضوع التبرع ده يعني؟ يا يوسف في ايه؟ ما بتسمعش؟ سمعت تيل يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش. خلاص يا دكتور خالد، خلاص. أنا هو موجود قدامك، خد الجزء اللي أنت عاوزه، خد النخاع بتاعي كله، وعلى فكرة أنا مش الكوليك ولا باخد أي حاجة. للأسف يعني حضرتك أنا محتاج قرابة من الدرجة الأولى، غير كده بقى يبقى نخش في متاهات زي اللي هتحصل بره مصر. دي مستحيل، عادل بيه ممكن يكون موجود هنا في خلال 14 ساعة بكتير. عادل مش أبوها يا دكتور، عادل مش أبوها. لا يا فندم مش أبوها. بابا شوف شوف بابا، دم مصري، دم مصري مش سايز. دكتور دكتور ادي زينب دمي أنا ها؟ اديها دمي. يوسف مشيها من قدامي دلوقتي، مشيها من قدامي. تعالي تعالي وامشوا كلكم، مش عاوز أشوف حد، مش عاوز أشوف حد. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اللي حصل سعادتك. يعني ايه يا ابني اللي حصل؟ الله يخرب بيتك، انت مش مكسوف من نفسك وانت بتتكلم زي الحريم كده؟ يعني واحد هجم عليك وخطفها منك، انت عبيط؟ يا باشا ما توجعنيش بقى، انا فيه اللي مكفيني. ما وجعكش، ما وجعكش بيدي، روح امك، ده انا هعلقك. الله يخرب بيتك، وانا ناقصك؟ هجيبه يا باشا، حتى لو في بطن امه هجيبه. يا عم تجيبه منين بس؟ الله يخرب بيتك، انت تعرفه منين اصلا؟ يا باشا كلفني برساله بلغها لسعادتك. رسالة؟ رسالة ايه؟ بيقول لك يا باشا عيب العز اللي انت فيه ده كله، وتتطفس على لقمة رماها خدام الكلاب. امضاء محروس ابو خطوة. محروس؟ اتصدم صح؟ محروس انتهبل؟ مش دايما يعني، انا ساعات استهبل بس. عبد السعيد بالراحة محروس. انت مش عارف الناس دي ولا ايه؟ الناس دي اكبر تجار سلاح في الشمال الافريقي تما. يعني مصمصوك كده ويحرقوك قبل ما تفكر ان انت تعمل اي مصيبه معاهم. والله قالت لي المسجوده اللي انت كنت ناوي تخطفها دي، قالت لي، بس انا ما صدقتهاش. هتصدقها امتى ان شاء الله؟ لما يبعتوا لك 10 زي كده يمصمصوك ويبعتوا لهم الفارغ، ولا فاكرهم يطلعوا هبل زي ويساعدوك ويمشوا وراك؟ لا انت مش هبل ولا حاجه يا شاهين، انت مش هبل ولا حاجه. انت بعد النهارده بالذات ما تقولش على نفسك هبل ابدا. انت يمكن كنت اهبل قبل كده، بس باللي عملته النهارده واللي بتعمله دلوقتي لا. طب قول لي كده، انت دلوقتي انا كنت حاطط يا عم الطبنجه في دماغك، ماشي، مش انا بعد كده قلت لك عتاقتك لوجه الله؟
ما غدرتش ليه؟ مش بس ما غدرتش، ده انت كمان عايز تعرف حكايتي وشبطت فيا وعايز كمان تساعدني. لا انت كبيره قوي دي ليه؟ انت فاكرها سهله يا محروس؟ تحط الطبنجه على دماغي وبعدين تديني فرصه تانية للحياه. لا يا محروس، انت طوقتني وحطيت طوق حوالين رقبتي، وانا هفضل اساعدك واسيرك. ايه؟ طب خد يا عماد الطبنجه. ايه؟ هتاخده اخضر دلوقتي، هتاخده اخضر دلوقتي. مش هاخده يا محروس، انا معاك وهساعدك. ايوه عشان انا عارف. ممكن انا بقى اسالك سؤال؟ اسال. انت ما قتلتنيش ليه يا محروس؟ بس انت عارف الاجابه، وكتاب الله انا عارف انك انت هتسالني السؤال ده، وكتاب الله انت من جواك في قلبك انت عارف الاجابه. عشان انا الحمد لله الحمد لله مكشوف عني الحجاب. انا مش بصيت جواك وشفت جواك انك انت انت مرمي على الهم اللي انت فيه ده، معرفش ازاي اترميت على اي ليله وديتك لده، بس عايز تخرج منه. مش قول الطبانة حاطط لك طبنجة ولا انت صرخت ولا لا، كنت راجل يعني كان ممكن يعني مش هتجري يعني ولا هتعمل اي حاجة يعني. بس انت ما كنتش عايز تعمل كده، انت شفت اللي انا شفته في نفس الدقيقة، انت شفت اللي انا شفته، ان ربنا رماني في سكتك عشان تنضف عشان تخرج من الهم اللي انت فيه. في مولانا عبد المولى الاخضر، مولانا عبد المولى الاخضر ده كان اجرام الدنيا كلها فيه في الاول، وبعد كده ربك رمى في سكته واحد غلبان زي العبد لله كده، وفي يوم وليله بدل حاله. ليه؟ عشان مولانا عبد المولى الاخضر هو نفسه من جواه كان عايز يبقى كويس ومستني الفرصه. انا شفت كده صح؟ صح يا محروس. انت تعبت يا وانت صغير، انت تعبت واتأذيت وافتروا عليك صح؟ أوه. انا شفت المصحف شفت كده، افتروا عليك قوي، انت ما رحتش للاجرام الا على على علشان الاجرام اللي انت صح؟ و و و و و و وممكن مات وانت صغير مش عارف. ايه؟ طب ما كل الناس ابوها مات. ايه؟ تقوم تتنير على تقتل يا حمار انت، تقتل؟ انت ما تعرفش ان ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. بجد يا محروس؟ بجد يا محروس؟ انت في واحد وش واد ممكن كده وانت وشك عامل زي العيال اللي في العيد الكبير. هتغدر اغدر دلوقتي. عيب يا محروس، عيب. يبقى انت عايز تبقى كويس، وانا علي النعمه من نعمه ربي على رقبتي لو اديك اول السكه. خلاص ماشي يا محروس، احنا بقى اول السكه ايه؟ احنا ناخد الناس دول ونوديهم المنصوره. المنصوره يا عم مالكش دعوه بقى المنصوره ولا المعجوره، انا بقول لك انت تيجي معايا وهناك هفاجئ مجهز لك حته مفاجاه هتعجبك هتعجبك. انت تسيب لي نفسك اعتبر انك انت وده شكل واد مجرم، ده شكل واد. وايه الوش ده؟ وش عامل زي العيال وهي فرحانه في العيد رايحه ترجع مراجيح في العيد الكبير ده وش مجرم. اخرب بيتك، حتى هتخرج يعني هتخرج من البلاوي اللي انت فيها دي. يلا بينا. تعالي يا تيف، تعالي يا حبيبتي عشان تطمني بنفسك. محروس يا وزه، واد يا وزه. اختي هما راحوا فين دول؟ راحوا فين ايه يا ابله؟ انت مش قلتي انك سايباهم هنا؟ والنبي يا اختي فوقته بايديا الاثنين دول وسبته مع الواد وز، وقلت اخطف رجلي للسيده اقرا له عديت ياسين. حرام عليكي يا ابله، ده انا ما صدقت انه راجع. ما تقلقيش يا تيفا، هتلاقيه راح هنا ولا هنا. محروس يا محروس، محروس.